هنروح دلوقتي لفقرة بورصة الصحافة. أفضل صورة صحفية النهاردة من الدستور وهي بعدسة المصور الصحفي محمد أسد. الأخبار عرض معلوماتي الحقيقة هو أخذت أحسن عرض معلوماتي عن الانتخابات الرئاسية في الخارج عن عدد الدول وعدد اللجان وإيه المتوقع أن يكون في كثافة في التصويت وإيه اللي بيكون أقل كثافة. الحقيقة عرض معلوماتي في غاية الأهمية هتشوفوه بكرة على جريدة الأخبار.